بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن الفيروسز. الفيروسز أو فيروسات الكمبيوتر، وتقريبا لا يوجد أحد تعامل مع أجهزة الكمبيوتر إلا وقد واجه مشكلة الفيروسات وعانى منها. والفيروس هو عبارة عن برنامج يتم كتابته بلغة برمجية بهدف إلحاق الضرر بالجهاز أو بالشبكة. سمي بالفيروس لأنه مثل الفيروس البشري. فمثلا فيروس الزكام عندما يصيب شخص فإنه يكون معدي، بحيث طبعا أي شخص راح يكون مثلا بجواره وما يكون يعني آخذ احتياطاته، فسوف يعني راح يصاب بالعدوى من الشخص اللي يعاني من فيروس الزكام، طبعا هذا إذا لم يكونوا حذرين. وفيروس الزكام كذلك عندما يصيب شخص ما فإنه يجعله مريض ويشعر بالوهن والصداع، ويجعله غير قادر على العمل وأداء مهماته، والعطاس والسيلان الأنفي والسعال وعدم الشهية للأكل، مما يجعل الشخص ضعيف وقد يصبح طريح الفراش. نفس فكرة الفيروس اللي هي فيروس الزكام هي فكرة فيروس الحاسوب. فعندما يصيب الفيروس جهاز متصل بشبكة فإنه يقوم بعدوى جميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة. والفيروس عندما يصيب جهاز أو شبكة فإنه يؤدي إلى إلحاق ضرر بالجهاز حسب ما هو مبرمج عليه هذا الفيروس، فقد يؤدي إلى إبطاء عمل الجهاز أو القضاء على مساحة التخزين أو إتلاف نظام التشغيل أو جعله يقوم بعمل إعادة تشغيل أو إغلاق للجهاز بشكل متكرر. من أشهر اللغات البرمجية والتي يتم من خلالها عمل وتصميم الفيروسات هي لغة التجميع، وعندنا لغة سي، وعندنا لغة سي بلس بلس. يوجد لدينا عدد من أنواع الفيروسات، وأشهرها عندنا 4 أنواع تعتبر هي الأشهر كأنواع يتم تصنيف الفيروسات الكمبيوتر عليها. عندنا هنا فيروس قطاع التشغيل اللي هو البوت سيكتور فيروس، وهذا الفيروس يهاجم نظام التشغيل مما يؤدي إلى تدمير نظام التشغيل الموجود على الجهاز. عندنا بعد كده فيروس الماكرو، وهو يهاجم تحديدا ملفات الأوفيس ويقوم بإتلاف هذه الملفات الموجودة على الجهاز. عندنا فيروس الملفات فايلز فيروس، وهي تصيب الملفات في داخل الجهاز، وعند فتح أي ملف يزيد ذلك من انتشار الفيروس. النوع الرابع اللي يندرج فيها الفيروسات هو فيروس متعدد الأجزاء المالتي بارتيتا فيروس، وهو فيروس يجمع فيما بين فيروس قطاع التشغيل اللي هو البوت سيكتور فيروس أو وزائدا فيروس الملفات. أمثلة على أشهر الفيروسات اللي واجهت العالم اللي هي عندنا براين فيروس، ويعتبر براين فيروس هو أول فيروس كمبيوتر تم تصميمه في العالم، وتم تصميمه عام 1986، وتم تصميمه من أخوين من باكستان وهما أمجد وباسط ألفي، حيث أنهما مصمما برامج، وهي طبعا هي هذه البرامج اللي كانوا بيصمموها، البرامج الخاصة بالكمبيوتر كانت دائما تتعرض بشكل مستمر للسرقة، فقاما بتصميم برنامج مضاد للنسخ أو مضاد للنسخ المسروقة. ولكن هذا البرنامج احتوى على عيب في التصميم، حيث يقوم بنسخ نفسه وإلحاق الضرر بتسلسل الإقلاع البوت سيكتور، وانتشر في عالم الإنترنت والشبكات اللي كانت موجودة وقتها. عندنا فيروس تشيرنوبل، وتم تصميمه عام 1998، وهو يشير إلى الانفجار الذي حصل في مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا عام 1986. يقوم فيروس تشيرنوبل باستهداف الويندوز، ويقوم بعملية مسح لسجل الإقلاع اللي هو البوت الخاص بالقرص الصلب، وبالتالي يصبح الجهاز غير قادر على الإقلاع. كذلك يقوم بمحاولة مسح ذاكرة البايوس، مما يجعل إعادة برمجتها طبعا عملية صعبة، وأغلب ممن لا يفهمون في عالم الكمبيوتر والتقنية يقومون بتغيير كامل للوحة الأم، مما يؤدي طبعا إلى زيادة قيمة الخسائر الناتجة عن هذا الفيروس. عندنا
فايروس مايكل أنجلو، وهو يشير إلى الفنان مايكل أنجلو وهو رسام ونحات ومهندس معماري وشاعر إيطالي. وظهر الفيروس عام 1991 ويستهدف نظام التشغيل اللي هو الخاص بمايكروسوفت دوس والبوت سيكتور، وهو من النوع البوت سيكتور فيروس، حيث يقوم بمنع الجهاز من الإقلاع ويعمل في يوم 6 مارس تحديدا وهو ذكرى ميلاد الفنان مايكل أنجلو. وكان الحل وقتها أنه يتم ضبط الكمبيوتر على وقت يتجاوز 6 مارس، يعني مثلا 7 مارس أو نأخرها شوي ونخليها 5 مارس، لكن الأفضل طبعا نخليها 7 بحيث الكمبيوتر بعد كده يكمل وما يوصل إلى يوم 5 مارس، وبذلك يظل أو لا عفوا ما يوصل إلى 6 مارس، الهدف أنه ما يوصل إلى 6 مارس لكي لا يعمل الفيروس، وبذلك يظل الفيروس في داخل الجهاز ساكنا لا يعمل. عندنا فيروس ميليسا، ويعتبر من فيروسات المايكرو والتي تستهدف ملفات الأوفيس، وتم تصميمه عام 1999، ويعتبر أول فيروس ينتشر من خلال البريد الإلكتروني، حيث أنه بمجرد أن تفتحه فإنه يقوم بإلحاق الضرر بملفات الأوفيس، بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى عناوين البريد المسجلة في البريد الإلكتروني الخاص بالضحية، ويقوم بإرسال نفسه إلى جميع العناوين على أساس من قام بإرساله هو صاحب البريد الإلكتروني، مما جعل هذا الفيروس يحقق انتشار كبير أدى إلى إبطاء خدمة البريد الإلكتروني، بل أن بعض شركات البريد الإلكتروني أوقفت أو توقفت عن العمل أو أوقفت العمل بنظام البريد لكي أو أوقفت السيرفرات الخاصة بالبريد لكي توقف الانتشار السريع لهذا الفيروس. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.